تعالوا بقى دلوقتي نحاول ان احنا نعمل generic representation لأي signal in terms of one basic signal تبقى بسيطة ويبقى الresponse بتاعها عندنا نقدر ان احنا نتعرف عليه بسهولة او نقدر ان احنا نجيبه بسهولة، ومنها ان derive generic equation how to compute the output بتاع اي linear time invariant system. احسن representation الناس شافوها هي representation in terms of delta functions. اوكي لو احنا بصينا على الفاكرين الايكويشن بتاعت السيفتنج بروبرتي بتاعت الدلتا فانكشن، الايكويشن دي بتساوي كام؟ اتفقنا ان عندنا الدلتا اوف تي ماينس تاو دي بتبقى زيرو فين؟ زيرو في كل حته ما عدا عند تي بتساوي تاو، عند الحته اللي هي بيبقى الدلتا اوف زيرو. يعني معنى كده ان الاوتبوت بتاعي هنا، يعني لو انا ضربت دي في الاكس اوف تاو، يبقى معنى كده ان كل الفاليوز بتاعت تاو ما عدا تاو بتساوي تي هتبقى كلها زيروز. يعني معنى كده الكلام ده هنا بيساوي x of t في دلتا of t ناقص تاو. طبعا x of t بالنسبة للانتجريشن ده، وخاصة الانتجريشن ده يعني function في تاو، معنى كده انه ممكن اطلعه بره، فيبقى الكلام ده فعلا بيساوي x of t. الريبرزنتيشن ده يعني برضو دينا نفس الايحاء اللي احنا شفناه في الايكويشن بتاعت المثال اللي في السلايد اللي قبل اللي فاتت، ان عندنا السيجنال بتاعت الانبوت عباره عن كومبينيشن من ايه؟ مجموعه من الانبوتس اوكي مضروبه في فانكشن معينه. اوكي طيب دلوقتي لو انا سميت الامبلس ريسبونس بتاعي هو اتش اوف تي اللي هو الاوتبوت بتاع السيستم كورسبوندنج تو الامبلس بتاع اللي هي دلتا اوف تي، اوكي؟ واسيومنج طبعا ان الانبوت بتاعي لينير تايم انفيرنت، يعني معنى كده زيرو انيشال كونديشنز. يعني بمعنى ان انا دلوقتي لو دخلت دلتا اوف تي هطلع اتش اوف تي. طب دلوقتي لو انا عملت كده يبقى ريسبونس الاكس اوف تي هيساوي كام؟ لو احنا بصينا لنفس الحاجه اللي احنا عملناها قبل كده هلاقي ان واي اوف تي ده هيبقى عباره عن اكس اوف تاو في الريسبونس بتاع الدلتا اوف ايه؟ of t ناقص تاو، اللي هو عباره عن h of t ناقص تاو. يعني معنى كده احنا ممكن نحط نفس ده بالظبط، تغيير الفاريبلز بتاعتنا، تغيير الانتجري، لو حطيت مثلا هنا تاو بتساوي t ناقص تاو ممكن اوصل لنفس الحاجه، ان هي بدل ما هي x of tau h of t ناقص تاو يبقى x of t ناقص تاو في h of tau. ففي الاخر الانتجريشن ده بيدينا معلومه جميله جدا ان الريسبونس بتاعنا لاي انبوت هو عباره عن الانتجريشن بتاع الانبوت ده مضروب في الامبلس ريسبونس بتاعنا اللي هي الاتش اوف تي ده شيفتد بتاو. اوكي بتيف شيفت شيفتد بفاليو معينه. كويس الكلام ده بنحطه او بنسميه الكونفوليوشن انتجرال. اوكي وممكن نسميه اكس ستار اتش او اتش ستار اكس، ما يفرقش بعضها حاجه، هما الاثنين زي بعض بالظبط. اوكي فاحنا كده قدرنا ان احنا نحسب الاوتبوت بتاعنا لاي انبوت اكس ان ترمز اوف يعني البيسك ريسبونس بتاع الداتا فانكشن اللي هو الامبلس ريسبونس بتاعنا. الايكويشن دي يا جماعه في غايه الاهميه ولها ابلكيشن زي ما هنشوف بعد كده في يعني في منتهى الاهميه. دي الاساس بتاع الاناليسيس بتاع اللينير تايم انفيرنت سيستمز في كل الابلكيشنز. في بعض الملاحظات على الكونفوليوشن انتجرال حقيقه في غايه الاهميه. احنا لقينا ان احنا لو عندنا سيستم لينير تايم انفيرنت بنقدر ان احنا كاركترايز الاوتبوت بتاعه ان ترمز اوف ا كونفوليوشن انتجرال. طيب العكس بقى صحيح برضو، لو انا لقيت سيستم نقدر نعمله كاركترايزيشن ان ترمز اوف ا كونفوليوشن انتجرال يبقى معنى كده هو لينير وتايم انفيرنت. يعني ممكن ان احنا نثبت دي او العكس، يعني بمعنى ان احنا ممكن نروح لو هي الكونفوليوشن انتجرال موجود يبقى هو لينير تايم انفيرنت، ولو هو لينير تايم انفيرنت يبقى الكونفوليوشن انتجرال نقدر نستعمله عشان نحسب الاوتبوت بتاعنا بيساوي كام. الحاجه الثانيه ان الكونفوليوشن انتجرال احنا عملنا له ديريفيشن ده جينيريك، يعني جنرال ريبريزنتيشن اوف اي لينير تايم انفيرنت سيستم. يعني بمعنى ان احنا يعني بيسك لما احنا عملنا له ديريفيشن ما عملناش اي اسامبشن لاي حاجه، يعني كل الاسامبشن كان موجود عندنا ان اللينير تايم انفيرنت سيستم ده كان يعني هي الكاركترستيك بتاعتنا ان هي الاثنين دول موجودين لينير ولينيرتي وتايم انفيرنس، ما فيش اي حاجه ثانيه كانت اسيومد في السيستم بتاعنا، فمعنى كده نقدر نستعمله لاي سيستم لينير تايم انفيرنت. الحاجه الاخيره ان احنا عندنا لو في عندنا ديفرنشال ايكويشن والديفرنشال ايكويشن لينير ديفرنشال ايكويشن وذ كونستنت كوفيشنتس وما لهاش انيشال كونديشن، زي ما قلنا ان احنا اللينير تايم انفيرنت سيستمز بتبقى ديسكرايبد ديفرنشال ايكويشنز بالشكل ده كده، هنلاقي الحقيقه ان احنا نقدر نعمل لها ريبريزنتيشن الحل بتاعها بمعنى صح ان تيرمز اوف ا كونفوليوشن انتجرال. اوكي فيعني اهم حاجه ان احنا نلاقي لها الاتش اوف تي بتساوي كام، ودي ان شاء الله هنتكلم عليها اكتر شويه لما بتيجي بقى نخش في الجزء بتاع الترانسفورميشنز، لانها بتبقى ابسط كتير جدا في ترانسفورم دومينز عن ان احنا نحسبها في التايم دومين.